اعتقد غدا سيكون يوم تاريخي في تاريخ هذه الدوله. طوابير المصريين المشاركه بهذا الاستحقاق الدستوري الهام ستضرب مثالا على الايمان بالوطنيه، وان مسؤوليه اتخاذ القرار موجوده على عاتق كل مصري، وان حق المشاركه زي ما هو حق مكفول لكل المصريين فهو واجب ايضا على كل المصريين، انه امام كل حق يجب ان يكون هناك واجب على كل مصري ان يشارك. طب دكتور أنا محتاج اخد رايك في حاجه. هذه الانتخابات شكلا ومضمونا، ده سؤالي يعني، هل هي جزء من سياق عام حاصل على مدار السنتين اللي فاتوا، او هقول لك السنه ونص اللي فاتوا، يعني بدايه من اعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي، اطلاق الحوار الوطني، ثم المشهد الانتخابي اللي هو تقدر تقول عليه متعدد القطبيه، انا في عندي اربع مرشحين باربع تيارات باربع ايديولوجيات مختلفه، تشوف ان ده كله ماشي في نفس ذات السياق؟ بكل تأكيد كمان، بس خليني أرجع شوية، هم من سنة ونص، هم أكتر من كده، التاريخ الحقيقي هو 11 سبتمبر 2021 هو تاريخ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان الدولة المصرية عن وجود مجموعة من التحديات تواجه هذا الوطن من أجل تعزيز حقوق الإنسان. الاستراتيجية الوطنية كان فيها التحدي الثاني بيقول أنا عندي ضعف في المشاركة في الشأن العام. فده نقطة مهمة جدا محتاجين إن احنا كنا نشتغل عليها لمواجهة هذا الضعف. مشاركة في الشأن العام تشمل الاستحقاقات الانتخابية، تشمل الانضمام لمنظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات، من أحزاب سياسية، من نقابات عمالية ومهنية. فالدولة ورئيس الجمهورية لما يطلع بنفسه يقول إن إحنا عندنا مشكلات، مش هنغمي عينينا ولا نحط راسنا في الرمل زي النعام والدنيا مش كله تمام يا ريس، لا إحنا عندنا مشكلة ومش محتاجين حد من بره يقول لنا عندكم مشاكل، احنا عارفين مشاكلنا وعارفين تحدياتنا وهنقدر نواجهها بنفسنا دون اي توجيه خارجي. والاستراتيجيه دي جاءت نتاج جهود وطنيه خالصه وعمل استمر من 2018 حتى تاريخ اطلاقها عام 2021. منذ هذا التاريخ على وجه التحديد اصبح هناك تعاطي مختلف مع كافه الملفات، اصبح هناك تحدي تواجهه الدوله في تعزيز المشاركه في الشان العام، فتح المناخ امام منظمات المجتمع المدني زي ما حضرتك قلت من سنه ونص، لما يبقى عندي اطلاق عام المجتمع المدني يبقى موجود عام 2022 ويبقى الناس بتشارك بشكل فعال بعد منظمات المجتمع المدني ما كان بيتم تخوينها، وان هذه المنظمات قائمه على التمويل، وببص لعدد معين من المؤسسات وسايب 36,000 جمعيه ومؤسسه نجحت في توفيق اوضاعها بموجب احكام القانون، فاصبح في عندي فاعليه وحريه في عمل منظمات المجتمع المدني بدءا من ديسمبر 21، بعد كده نيجي في ابريل يبقى في اعاده تفعيل لجنه العفو واطلاق الحوار الوطني وتشكيل مجلس الامنه فيما بعد، ثم اطلاق الجلسات وما الى ذلك، فاصبح في عندي سياق عام يصل بينا الى مشهد الانتخابات الرئاسيه واللي بيبدا فيها الاقتراع من بكره باذن الله سبحانه وتعالى.